كملنا تصوير برنامج واجا بكر دي يفول مو دي يفول بنزين دي يبدل الدهن مال سيارته وجيت هنا قاعدة انا بالغرفة ما تبديل دهن دا انتظر يكمل حتى نروح نكمل شغلاتنا وروح اكل. جعت ما متريقة بعدني لحد الان. بنات هوايد تسنون على المسكارة هسه حقول لكم انه هي وين متوفرة. اوكي هي من جابريلا. حننزل البيج مالتهم على الانستغرام. والله يعني انا شفت يعني عندي هواية جابريلا قلت خل اطلع هاي واستخدمها اول مرة استخدمها والله وقدامكم. بس طلعت تطول وتكثف فضيعة تموت. صار ليش قد ما ماكله هذه الحمص وطحينة. يا سلام ماي خوالي ليش وحشة. هسه شنو راح انتقم راح اخذ كوم ماي. هالي الاضاءة اللي استخدمتها اليوم بس اريد اصورها لكم واني راح اجربها على ايدي. شوفوا الجمال. راح اجرب هذا اللون. هذا تقريبا لون شمسي. اجربها على ايدي. دق تليفوني وفصل السناب شات. المهم راح اصور او اجرب هذا الثاني. اما هذا هاي متت عليها كل الالوان موجودة بيها كلش حلوة هيك اسوي. كلش حلوة. فقط شنو مو مجربته والله اني نسيت هذه. خلني اشوف.
تعرفت جو طابخ اليوم زلاطة نادرة نادرة لبن وخضرة. هاي شنو برياني؟ تمن جزر وفطر. تمن جزر وفطر. شو كنت تسوي من الدجاج؟ ذكرناك اليوم. هاش حاطة وخدود شوف خشمك مورد اللي دام تستخدمين انتي. والله سوي هيك عفوا حط العين هيك نقاط لا هاي تحرك حتى يفتح الضوء هاي ما العب السحر هذا شلون الخدود وردي صار الشكل بس والله باعي شلون صار الورديات جن لا لا شلون دور بس شوف اليوم احنا كنا قصايب تيشيرت ابيض وبطرون اسود هاي هنودة منورة طبعا احنا رايحين القلعة قصايب تيشيرت ابيض بطرون اسود انا بطرون ابيض تيشيرت ابيض بطرون اسود بس لا تتهوي ما عندك الموال فكرة وصلت قصايب بس ما متفقين على الالوان بس بالضبط هي بالصدفة صارت الالوان مال الملابس بس مال القصايب لا احنا متفقين اجواء القلعه اليوم تموت بس كلش زحام هواي ناس ما شاء الله ما شاء الله قلعة اليوم ازدحام نار واحنا طالعين سيت هاي سجاوي هيفاء كنا لابسين تيشيرتات بيض وبناطير سود اقول لك تريد هاي تريد هاي لا شنو هو ها لا وما شاء الله طبعا اجينا البارك سامي الاجواء كلش حلوه والله اول مره دا اجي هيك وقت يعني غطي وجه السجاوي منوره طبعا اجينا البارك سامي عبد الرحمن وشفنا هاي القعده اللي تموت هنا شوفوها مقابل فندق ديفان على الشارع العام كشك صغيروني اسمه ذا بوينت كلش حلو يسوون اكل احنا طلبنا برجر القعده تموت طبعا شوفوا صاير على الشارع العام مقابل بارك سوري مقابل فندق ديفان شنو هالبرجر الحلو والجميل شكله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله راح يسمنونه هلا شلونكم مشتاقه لكم هوايه اريد احكي لكم شويه عن كريم التوريد والتبييض هو بنفس الوقت يعني كريم توريد وتبييض هذا الكريم اللي أنا مستحيل أتخلى عنه بأي طلعة بدون ميك اب وحتى بالميك اب أخليه قبل الميك اب البشر أوكي لأنه هذا يورد بشكل كلش حلو يستخدم للوجه يستخدم للجسم الأماكن اللي تحبون يعني ترغبون توردوها وتبيضوها عرفتوا خلي أجرب قدامكم حتى تشوفون موجود عند بيج مكياجي طبعا ماركة ديرما وان الفرنسية هو من ماركة ديرما وان وهذه الماركة تلقوها فقط بيج مكياجي دير بالكم تشتروها من غير مكان لان اكو تقليد كلش قوي يعني كوفي الها تمام موجود بيج مكياجي ما موجود بغيره لانه صاير في هواية تقليد يقلدوه فدي بالكم تاخذون محل معين او كوزمتك او هيك انا احب هاي المنطقه الكورديه بحر يعني كيف حلو كلش طبيعي تقدرون تكثرون تقدرون تخففون
تاخذون براحتكم. أنا هذا المستوى اللي أحبه. حلو حتى يعني تهين بالبيت تريدون تخلوا يجي أحد خطار. تطلعون طلعات خفيفة بدون ميك اب. بعد كده حلو الوردي. بعد تشوفون الوردي شلون طبيعي. هو كريم تبييض وتوريد. أوكي انتهينا من هذا الكريم.